مع كورونا عاشت الكنائس أجواء حزينة وخاصة في فترة الأعياد. كان تأثير الفيروس مروعا على جميع الكنائس خاصة في كنيستنا من عدة جوانب، دعونا نقول ثلاثة جوانب. لم يكن من الممكن أن نحيا حياة كنسية طبيعية، لم نحتفل بعيد الفصح بشكل صحيح، حتى عيد الميلاد لم يحتفل به، وكذلك توقفت الأنشطة في الكنائس ومجموعات الشباب، كل شيء أصيب بالشلل. يتحدث البطريرك بيير باتيستا من ضفاف نهر الأردن، حيث عادة ما يحج آلاف المسيحيين، إذ يعتقد أن السيد المسيح قد تعمد هناك، وبسبب الوباء يحضر القداس أقل من العدد المعتاد من المصلين. الحجاج جزء من كنيستنا، وللمرة الأولى لم يكن لدينا حجاج على الإطلاق، والأثار السلبية الاقتصادية من الفيروس كبيرة. هناك كثير من العائلات المسيحية، ليس فقط المسيحيون بالطبع من تضرر، ولكن الآن أنا أتحدث عن مسيحيين ينشطون في السياحة منذ آذار الماضي دون رواتب. ينصح بإلغاء الشعائر الدينية الجماعية، فالوباء خطر، والكمامات وقاية أثناء الصلوات، والتباعد الاجتماعي حل إلى أن يحصل الجميع على لقاح.